بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. يسأل بعض الأخوة والأخوات عن أنواع التوسل بالسيدة أم البنين سلام الله عليها، وهذه التوسلات التي جاءت من قبل علمائنا الأعلام وهي مجربة جدا 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 في قضاء الحوائج الصعبة. سنذكر لكم مجموعة من التوسلات بالسيدة أم البنين سلام الله عليها، وهي من التوسلات التي جربها علماؤنا الأعلام وكذلك علموها بعد ذلك لتلامذتهم وطلابهم وإلى الناس، فتقضى لهم الحوائج سريعا. ذكر بأن آية الله السيد محمد الحسيني الشيرازي قدسة روحه الزكية ذكر أثناء حديثه عن عظمة شخصية أبي الفضل العباس سلام الله عليه، فقال: رأى أحد العلماء في عالم المكاشفة، رأى قمر بني هاشم، رأى مولانا وسيدنا أبا الفضل العباس سلام الله عليه، وقال له: سيدي إن لي حاجة صعبة متعسرة، فبمن أتوسل حتى تقضى حاجتي؟ فأجابه أبو الفضل العباس سلام الله عليه قمر العشيرة، قال له: توسل بأمي أم البنين عليها السلام. جيد، نحن سوف نأتمر بأمر أبي الفضل العباس سلام الله عليه، ولكن ما هي أنواع التوسل عند علمائنا الأعلام من مجربات مراجعنا العظام في مسألة التوسل بالسيدة أم البنين سلام الله عليها؟ يعني رجاء استمعي واستفيدوا، ونحن كذلك إن شاء الله نستفيد، وهي من المجربات. قال آية الله الحاج السيد محمود الحسيني الشهرودي رحمة الله عليه: إني أصلي على محمد وآل محمد 100 مرة وأهديها إلى السيدة أم البنين سلام الله عليها، فتقضى حاجتي سريعا. هذه طريقة من؟ آية الله السيد محمود الحسيني الشهرودي رحمة الله عليه، أن يصلي على محمد وآل محمد 100 مرة ويهديها إلى السيدة أم البنين عليها السلام، فتقضى حاجته سريعا. كذلك لدينا آية الله السيد محمد الروحاني قدست روحه الزكية، كان يتوسل في المهمات، في المشاكل الكبيرة، في المعضلات الكبيرة بالسيدة أم البنين سلام الله عليها، وكان توسله بتلك المخدرة الجليلة السيدة أم البنين سلام الله عليها، أن ينذر لله تعالى أن يقضي حاجته ويكشف كربته على أن يبعث إلى كربلاء من يزور هناك نيابة عن السيدة أم البنين سلام الله عليها، ويتحمل السيد كافة مصروفات سفر هذا الشخص بالنيابة. ولقد علم الحاج السيد محمود الروحاني، أو عفوا السيد محمد الروحاني قدست روحه الزكية، علم هذا التوسل بهذه الطريقة لكثير من ذوي الحاجات الصعبة المتعسرة، فكان نافعا في قضاء حوائجهم وكشف كربهم سريعا، وهي من مجرباته الخاصة. كذلك كان آية الله الشيخ محيي الدين الممقاني رحمة الله عليه يقول: من النذور المجربة جدا لقضاء الحوائج، شفاء المرضى، إهداء ختمة قرآن للسيدة أم البنين سلام الله عليها. يقول: فإذا ما سدت جميع الأبواب في وجهك ولم تجد أي حيلة أو سبيل لحلها، توسل بالسيدة أم البنين سلام الله عليها وقل لها: سيدتي أم البنين، إن لك عند الله جاها كبيرا، وأنا سأختم القرآن الكريم وأهدي ثوابه لروحك المقدسة، وفي المقابل توسلي أنت إلى الله سبحانه وتعالى في حل مشكلتي، وإذا بك ترى بعد ذلك أن السبل انفتحت والأمور تيسرت لقضاء حاجتك مهما كانت، وكأن لم يكن شيئا مذكورا. كذلك كان آية الله السيد أبو القاسم الخوئي قدست روحه الزكية زعيم الحوزة العلمية زعيم الطائفة آنذاك، وكذلك آية الله الشيخ النائيني أستاذ السيد الخوئي رحمة الله عليه، كانا يهديان ثواب صلاة الليل لروح السيدة أم البنين سلام الله عليها، ويقولان هي مجربة لقضاء الحوائج وتسهيل الأمور الصعبة. يعني رجاء جرب ولا تشك هذه الأنواع من أختامي وأذكار التوسل بالسيدة أم البنين سلام الله عليها.
برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. يسأل بعض الأخوة والأخوات عن أنواع التوسل بالسيدة أم البنين سلام الله عليها، وهذه التوسلات التي جاءت من قبل علمائنا الأعلام وهي مجربة جدا 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 في قضاء الحوائج الصعبة. سنذكر لكم مجموعة من التوسلات بالسيدة أم البنين سلام الله عليها، وهي من التوسلات التي جربها علماؤنا الأعلام وكذلك علموها بعد ذلك لتلامذتهم وطلابهم وإلى الناس، فتقضى لهم الحوائج سريعا. ذكر بأن آية الله السيد محمد الحسيني الشيرازي قدست روحه الزكية ذكر أثناء حديثه عن عظمة شخصية أبي الفضل العباس سلام الله عليه، فقال: رأى أحد العلماء في عالم المكاشفة، رأى قمر بني هاشم، رأى مولانا وسيدنا أبا الفضل العباس سلام الله عليه، وقال له: سيدي إن لي حاجة صعبة متعسرة، فبمن أتوسل حتى تقضى حاجتي؟ فأجابه أبو الفضل العباس سلام الله عليه قمر العشيرة، قال له: توسل بأمي أم البنين عليها السلام. جيد، نحن سوف نأتمر بأمر أبي الفضل العباس سلام الله عليه، ولكن ما هي أنواع التوسل عند علمائنا الأعلام من مجربات مراجعنا العظام في مسألة التوسل بالسيدة أم البنين سلام الله عليها؟ يعني رجاء استمع، رجاء استمعي واستفيدوا، ونحن كذلك إن شاء الله نستفيد، وهي من المجربات. قال آية الله الحاج السيد محمود الحسيني الشهرودي رحمة الله عليه: إني أصلي على محمد وآل محمد 100 مرة، وأهديها إلى السيدة أم البنين سلام الله عليها، فتقضى حاجتي سريعا. هذه طريقة من؟ آية الله السيد محمود الحسيني الشهرودي رحمة الله عليه، أن يصلي على محمد وآل محمد 100 مرة ويهديها إلى السيدة أم البنين عليها السلام، فتقضى حاجته سريعا. كذلك لدينا آية الله السيد محمد الروحاني قدست روحه الزكية، كان يتوسل في المهمات، في المشاكل الكبيرة، في المعضلات الكبيرة بالسيدة أم البنين سلام الله عليها، وكان توسله بتلك المخدرة الجليلة السيدة أم البنين سلام الله عليها، أن ينذر لله تعالى أن يقضي حاجته ويكشف كربته على أن يبعث إلى كربلاء من يزور هناك نيابة عن السيدة أم البنين سلام الله عليها، ويتحمل السيد كافة مصروفات سفر هذا الشخص بالنيابة. ولقد علم الحاج السيد محمود الروحاني، أو عفوا السيد محمد الروحاني قدست روحه الزكية، علم هذا التوسل بهذه الطريقة لكثير من ذوي الحاجات الصعبة المتعسرة، فكان نافعا في قضاء حوائجهم وكشف كربهم سريعا، وهي من مجرباته الخاصة. كذلك كان آية الله الشيخ محيي الدين الممقاني رحمة الله عليه يقول: من النذور المجربة جدا لقضاء الحوائج، شفاء المرضى، إهداء ختمة قرآن للسيدة أم البنين سلام الله عليها. يقول: فإذا ما سدت جميع الأبواب في وجهك ولم تجد أي حيلة أو سبيل لحلها، توسل بالسيدة أم البنين سلام الله عليها وقل لها: سيدتي أم البنين، إن لك عند الله جاها كبيرا، وأنا سأختم القرآن الكريم وأهدي ثوابه لروحك المقدسة، وفي المقابل توسلي أنت إلى الله سبحانه وتعالى في حل مشكلتي، وإذا بك ترى بعد ذلك أن السبل انفتحت والأمور تيسرت لقضاء حاجتك مهما كانت، وكأن لم يكن شيئا مذكورا. كذلك كان آية الله السيد أبو القاسم الخوئي قدست روحه الزكية زعيم الحوزة العلمية زعيم الطائفة آنذاك، وكذلك آية الله الشيخ النائيني أستاذ السيد الخوئي رحمة الله عليه، كانا يهديان
ثواب صلاة الليل، أو كانا يهديان ثواب صلاة الليل لروح السيدة أم البنين سلام الله عليها، ويقولان هي مجربة لقضاء الحوائج وتسهيل الأمور الصعبة. يعني رجاء 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 جرب ولا تشك. هذه الأنواع من أختام وأذكار التوسل بالسيدة أم البنين سلام الله عليها. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين عليه السلام.